معايا الدكتورة نيهال ديراز، استشاري الأمراض المعدية من لندن. دكتورة نيهال، مساء الخير. ألو، خير؟ مساء الخير. يعني طبعا كل الاهتمام يعني منصب على هذا اليوم، اليوم التاريخي في بريطانيا، بدء توزيع اللقاح، مش كده؟ طيب، ايوه صحيح. وقولي لي الاجواء عامله ايه عندكم في على الاقل في لندن؟ بص يا سيدي، الاجواء من يعني هو بقاله اسبوع كانوا بيعلنوا عن كده، النهارده اول يوم ابتدوا الناس كلها بتتكلم، الفكره كلها في النظام اللي هو هيدوا بيه اللقاح ده. هو اولا هو انه هم طلبوا جرعات كتير جدا منه، وهو بيحتاج تخزين في ظروف مش سهلة على أي حد أو أي بلد، إن هو يبقى عندها إن هو بيبقى مجمد في درجة حرارة كتير كتير تحت الصفر، يعني مش فريزر عادي ماينس 70 أو حاجة. فالحاجات دي موجودة في المستشفيات، والفريزرات دي موجودة في يعني ليه طرق معينة في تخزينه. اول مجموعات هيبتدوا يدوا فيها اوريدي في ناس زمايلنا في مستشفيات، هم الناس اللي بتشتغل في القطاع الصحي، دول اول ناس، التمريض، الدكاتره، اي حد بيشتغل مع مرضى، دول اول مجموعه مع اول ناس، مع الناس اللي بتشتغل في دور الرعايه بتاعه كبار السن، لان دول هو بالنسبة للقطاع الصحي إن عشان حماية المرضى، يعني عشان إحنا ما يجيلناش كورونا فنعدي المرضى. دور الرعاية عشان يسمحوا بالزيارات، لأن من مارس تقريبا الناس اللي هي قاعدة، وهنا دور الرعاية دي كتير جدا لأنهم مجموعات يعني اسمهم إيه؟ فولنربل، أو طب مجموعات لو عيوا طب يا لو دكتورة هيتأثروا جامد. تمام دكتورة، عنهم زيارات. أفندم دكتورة، طب أنا عايز أسأل، هل يعني التطعيم هيكون اختياري ولا إجباري لكل الناس؟ مفيش قانون يجبر حد إنه لا ياخد علاج ولا يطعم إجباري حتى في البلد. يعني مثلا في مصر عندنا التطعيمات الطفولة الحصبة والكلام ده إجباري، صح؟ صحيح. وشال الأطفال ده إجباري، هنا لا. يعني مفيش إجباري، يعني بشكل اختياري. طيب هل يعني في ناس في القطاع الصحي اللي هم يعني يفترض هم من الفئات الاولى اللي هياخدوا التطعيم، هل في ناس بترفض انها مثلا تاخذ هذا التطعيم وتقول انه لسه ما مش متاكده من يعني من نجاحه؟ في كتير جدا عملوا استطلاعات رأي بالنسبة للناس العادية أو بالنسبة للقطاع الصحي، والغريب إن هما الاتنين زي بعض، أكتر من 30% لغاية 40%، من 30 ل 40 من الناس، من العينات اللي أخذوها بيقول لا إحنا مش عايزين ناخده. طب حضرتك بشكل شخصي؟ أنا المفروض هيبقى الأسبوع الجاي بشكل شخصي أنا أخده ولا لأ؟ أيوه. بص انا باخد تطعيم كل التطعيمات، انا مش ضد التطعيم بصفه عامه، بس انا عايزه اخده مع بقيه الناس، مش عايزه اخده مع القطاع الصحي. بمعنى ان القطاع الصحي هم يعني بيعملوا فينا حاجات كتير قوي، ولان احنا قطاع كبير، الدكاتره والتمريض، فبيبقى وعندنا نسبه التعرض للحاجات دي اكتر، فاحنا بالنسبه لهم كميه من الداتا غير عاديه. فانا مش عايزه ابقى من الداتا دي، انا عايزه داتا من الناس العاديين. بس انا اعتقد من مسؤولياتي انا لان انا في وضع اداري برضو شويه غير شغلي الكلينيكي، ان انا لو خدته ناس كتير هتاخده، فانا هاخده بقى. وفكره اخاف على نفسي، لا مش خايفه، ما انا بتعرض للمرض نفسه، وبس هعتبره ان هو نوع من خلينا نكون صراحه ان مفيش اي حاجه فاكسين او لقاح وردي تماما من اول سنه، والفيروس عمره صغير.
فانا في توقعي الفيروس صغير في السن ده، لسه مكمل سنه قريب، لما طلع مثلا لقاح شلل الاطفال، لقاح الحاجات دي، كان المرض موجود بقاله كتير في البشريه صحيح. وتجربت حاجات كتير. فانا متوقعه ان ممكن يحصل حاجات كويسه وحاجات مش عظيمه، بس مش هتبقى حاجات تموت، يعني مش هيجيب للناس شلل وحاجات كده. طيب، واحنا بنتكلم دلوقتي، يمكن انا بقرا خبر الفنانة المعروفة هيفاء وهبي بتقول انها مش هتاخد اللقاح. يعني كل واحد حر، كل واحد حر في دراعه يا جدع. ما هو انت هتاخده في دراعك، انت كل واحد حر فعلا. انا رايي ان ما ينفعش تجبر الناس على حاجه، وبالذات بس في ناس انا لاحظت العينات من كبار السن كلهم هياخدوه، لانه بيقولوا ايه؟ ما انا لو عييت ونسبه تعرضي عاليه غالبا هموت، هاخده وانا عايش قد ايه؟ اللي رافضين اغلبهم صغيرين في السن، لان يقول لك مناعي بالمرض وما يهمنيش. النقطه الثانيه هي الاهم بالنسبه لي، اللي هي لازم اثرها للناس، ان مده فعاليته مش معروفه. الانفلونزا فاكسين ده بناخده كل سنه، لان الانفلونزا موسميه ليها موسم واحد في الشتاء. الكوفيد او الكورونا فايروس ده ملوش موسم، يعني نعم ممكن يجي مرتين، فهتضطر تاخده كل 6 شهور مثلا. نعم نعم هي دي الفكره اللي هيبقى الجديد تماما في هذا الفاكسين فيها، نعم طيب لان مش معروف فعاليته هتستمر قد ايه، غالبا هتاخد كل 6 شهور. ودي الحاجات اللي الاعلام ما بيتكلمش فيها، لانه عايزين الناس تاخده ونخلص ويفتحوا الاقتصاد. أسباب اقتصادية وسياسية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نهال دراز، استشاري الأمراض المعدية من لندن.